مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من برنامج جسور الذي من خلاله نتواصل مع جاليتنا في الخارج لمعرفة أوضاعهم، كما نتعرف أيضا على أجانب من مختلف الجنسيات استقروا في الجزائر في فقرة الهجرة المعاكسة. لكن قبل ذلك نتعرف على آخر الأخبار المتعلقة بالجالية الجزائرية، حيث أكدت الخطوط الجوية الجزائرية لزبائنها أن جميع التذاكر القديمة الخاصة برحلتي الذهاب والإياب من القاهرة وجنيف الصادرة قبل 28 و 29 جون قابل للتعديل دون أي فرق في السعر. تعرض شركة الطيران الإسبانية فولوتيا أسعارا أرخص في التذاكر منذ إعادة فتح أقول الحدود، أين تنظم رحلات جوية من مارسيليا إلى وهران بأسعار معقولة، وستنطلق أول رحلة في 3 فبراير ب 250 أورو. في إطار التحضير لموسم الحج 2022 وفي ظل استمرار الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة السعودية على غرار بلدان العالم، انخفض عدد الحجاج الجزائريين من 40,000 إلى 10,000 حاج جزائري، ما يطرح تساؤلات حول كيفية اختيار الحجاج الفائزين بقرعة 2020. المزيد في تقرير لمريم والي. لن يكون موسم الحج لعام 2022 كسابقه. الوضع الوبائي جراء جائحة كورونا فرض على السعودية تقليص عدد الحجاج من كافة البلدان ضمانا لسلامتهم. بعثة الحج الجزائرية انخفضت من 40,000 إلى 10,000 حاج جزائري. تقليص هذا خاضع للإجراءات البروتوكولية الصحية المعروفة، الدراسات تثبت بان العدد الكبير قد ينتشر الوباء بكثره ويصعب التحكم فيه، ممكن يؤدي خلقا كثيرا، ومن حيث الاهتمام ومن حيث الحفاظ على صحته وعلى نفسه فهذا مطلوب شرعا. يعني عدد الحجاج انخفض هو الآخر من 4 ملايين إلى 400 حاج، ما طرح تساؤلات حول كيفية اختيار ضيوف الرحمن أو إمكانية إجراء قرعة أخرى. كيفية اللي راح يتم بها الاختيار 10,000، وكيفية اللي اختاروا فيها مثلا الناس ربما يحددوا سن معين وعدد معين، هذا يخضع للجنة، ستكون لجنة علمية، والإنسان اللي ربما عنده عجز في نواحي معين أيضا لجنة هي اللي تمنعه، ممكن بفحص طبي، ممكن بفحص يعني علمي، يعني المهم سيصلون إلى نتيجة ترضي الجميع. رغم القيود والإجراءات الصارمة التي اتخذتها السعودية، فليس هناك من لا يرحب بعودة شعيرة الحج وأداء الركن الأعظم بعد تعليق تواصل على مدار سنتين بسبب الجائحة. ومن أجل التقرب أكثر من الجزائريين المقيمين في الخارج، معنا اليوم عبر سكايب ليندا علواش، مهاجرة جزائرية مقيمة في فرنسا وأيضا ناشطة جمعوية. أهلا بك ليندا. مساء الخير سلمى، شكرا لك اليوم تكوني معنا ضيفة. يسلمك، ميرسي، شكرا على الاستضافة. شكرا لك ليندا. قبل ما نتحدثوا على أنشطتك يعني ومساعدتك لمهاجرين جزائريين في فرنسا، أولا تكلموا عنك أنت وعن السبب اللي دفعك للهجرة نحو الخارج وإلى فرنسا بالتحديد. أنا هجرت في 2005 وكنت صغيرة. السبب هو دخلت ندير استاج في الجزائر وحقروني دونك شفت كلكو زانجستيس هكا، ومن بعد تماك خلاص قررت نروح. على رحت وكان رحت بالاوراق تاعي، كانوا عندي اسمعش. لماذا الاختيار كان انك تهاجري الى فرنسا بالتحديد؟ خاطر كانوا عندي الاوراق الفرنسيه. نعم فوالا. على بال نعم ليندا، بما انك سافرتي في سن صغيره، ما هي الصعوبات اللي واجهتيها في المرحله الاولى ليك في فرنسا؟ الصعوبات الاولى هي ديجا كي نبعدوا على والدينا، دونك سي ماشي حاجه سهله، حاجه صعيبه بزاف. ومن بعد عندك كي تجي لهنا العقليه هنايا وتماك ماشي كيف كيف. حنا في الجزائر كنا شغل كي نروحوا عند لافامي يستقبلونا ايتو، بصح في الغربه لحم بنادم ثقيل كما يقولوا، فهمتي؟ تما ما تحسي روحك ثقيله. فوالا. كانوا عندي خلال هذه السنوات كنت يعني جي زياره الى الجزائر؟ طبعا بيان سور. الوغ العام الاول، العام الدوزيام، لا دوزيام اني باش جيت للجزائر.
نعم، بعد كل هذه السنوات، يعني عندك سنوات عديدة وأنت في فرنسا، هل ما زلت يعني متمسكة ببعض العادات الجزائرية، اللهجة، الأكلات؟ يعني خلال هذه السنوات ما تغيرتش فيك هذه الأشياء؟ با دو تو، ما او كونترير زدت تمسكت اكثر بها، سورتو الاكلات الجزائريه، اللهجه كيما راكي تشوفي ها نهضر بها، وسورتو كيما انايا كوم سفريت شويه مع الاول كي جيت لهنايا، ديسيديت نعاون لي جون اللي يجوا صغار ولا الناس اللي يجوا من الجزائر، باش هكذاك ما يجوزوش على واش جوزت انا، فهمتي؟ الوغ ودخلت وانخرطت في النشاط الجمعوي، ودونك كنت نتعامل بزاف مع جزائريين، وهذا اللي خلاني ان نكاردي اللهجه ديالي الجزائريه. لما نتكلموا على نشاطك الجمعوي ليندا، من خلال الانشطه اللي تقومي بها، هل ايضا تقدمي او تبعثي رساله او تعرفي بالجزائر من خلال الانشطه تاعك؟ طبعا بيان سور، دونك كاين زوج حوايج. شوفي في النشاط الاجتماعي الجمعوي هذا ندير زوج حوايج. الوغ سا ماريف دورغانيزي دي سواري الجيريان هكا، دونك نعيطوا لدي زارتيست الجيريان ايتو، يجوا يغنوا يمثلوا البلاد ايتو سا، ونديروهم دائما دون دي زوندروا وين كاين دون دي زوندروا تاع لي الجيريان، باسكو لي كافي لي ريستوران لا بلو فان كاين بزاف لي الجيريان حاكمينهم. الوغ ومن بعد، والحاجه المليحه هي نون سولمون نعرفوا بالبلاد، وندو ندي معايا انايا دي مومبر اسوسياتيف، جينيرالمون سي دي فرونسي دونك ماشي جزائريين، يجوا يشوفوا يعجبهم الحال ايتو، اي سورتو كو دراهم تاع هذوك اللي نموهم في هذاك لا سواري يروحوا المرضى جزائريين جينيرالمون في الجزائر وماشي هنايا، دونك كيما يقولوا نضربوا عصفورين بحجر واحد. نعم. ليندا، في الثلاث سنوات الأخيرة أو سنتين الأخيرة شهدنا تأثير كبير لفيروس كورونا على كل العالم، وخاصة على المهاجرين بما أنهم ما يكونوش في بلدهم. كيف كان تأثير هذا الفيروس عليك وعلى نشاطك؟ وي ألوغ، على نشاطي بما أنه أنا عندي شركة تاع نقل لي توريست راحوا، دونك ما كانش معاه من خدمه، التوريست مانيش عارفة كيفاش يقولوا بالعربية، ما كاش مع من خدمو، دونك اون اكولي ما كاين والو، دينا نرفد روحتينا ابخي البروميي كونفينمون، ومن بعد دركا زادو غلقو، دونك زدنا كولينا. الوغ الواحد كيما يقولوا مزيعنا لافوا، الحمد لله رانا حامدين ربي وفوالا مزيان الواحد. نعم، وكيف كان تاثير فيروس عليك انت شخصيا بما انك كنتي في الغربه، يعني عائلتك هنا في الجزائر ام ايضا معك في فرنسا؟ عائلتي هنا بصح سي با فاسيل، عبالك علاش سي با فاسيل؟ غلق المجال الجوي، يعني الغلق المجال الجوي اكزاكتومون، سورتو انا والديا كبار ومراض، صافي كانوا خايفين بزاف ما يروحوش يشوفوا، وسورتو في اليامات الاخرى كانوا مغلوقين، زدنا عرفنا بلي بابا راهو كي بيغ لا فيو، معناتها ينقص البصر ديالو بزاف، الوغ خفنا بزاف ما يروحش تو، دونك غير بداو يحلو مسكين بعثناه اكسيتيرا. والحاجه اللي غادتني بزاف اللي كنت محروقه عليها تو، كي شفت الاكسجين في الجزائر ما كاش وهكذا تو سا، دونك كنت شويه فوالا اوني با بيان، كي تكونوا نتوما ماشي ملاح حنا اوتوماتيكمون نكونوا ماشي ملاح، فهمتي؟ أكيد. راح نتكلموا بما أن تكلمنا على موضوع الأكسجين والمساعدات اللي قامت بها الجالية الجزائرية في الخارج، نتكلموا على النشاطات اللي تقومي بهم، وش هما النشاطات اللي تقومي بهم في الإطار الجمعوي؟ داكوغ، دونك أو ديبي بديت باسكو أنا بديت صافي لونتون، بديت عندي بزاف، جينيرالمون سيتي نعاون الدراري الصغار اللي عندهم أمراض غاغ، يعني امراض نادره وما كاش وين يداويو، داكوغ. دونك واحد الوقت كنت مع اون اسوسياسيون فرونسيز اللي تعاون لي ماغريبا، يعني الجزائريين مراركا فوالا مغاربه توانسه الى اخره، ومن بعد منها قعدت معاها، وانا ما حبيتش نخالط رسميا مع الجمعيات وما حليتش الجمعيه تاعي،
حبيت نكون ليبر باش هكداك لو كا اللي نحب نعاونو نعاونو فوالا. دونك او ديبي سيتي بلوس لي زونفون ومن بعد سيتي هكذا يجوني دي كا باغ اكزومبل كيما دركا عندي النساء في الجزائر ارامل وكاين نساء مرض كاين اللي عندهم سرطان وحدهم بولادهم كاين اللي مطلقات وحدهم بولادهم كيف كيف. دونك انا واش ندير جو لونس سوغ لي ريزو سوسيو مع الوقت الناس ولاو يعرفوني ولاو يديروا فيا كونفيونس دونك نبعثوا لهم دراهم نبعثوا لهم حوايج نهضروا عليهم في لي راديو باسكو كنجوز تاني في لي راديو هنايا فوالا. دونك هذه هي ومن بعد بالعقل العوامل الاخرى خدمت تاني مع جمعيه جزائريه على الكوفيد. دونك كي بدات الكورونا كنا نتعاونوا ونبعثوا لهم باش القفه كانوا يمدوا القفه لي فامي كي قلقوا كلش ما يقدروش يخدموا اي تو سا دونك يافي سا. وهذا العام بون مول فنديرها مي هذا العام فتحت قناه على اليوتيوب وفتحت صفحه على الفيسبوك باش هكذاك ندير نشاط اكثر راح نتكلموا عليه اكثر. لكن هل الجمعيه او الانشطه تاعك يعني تخص الجزائريين فقط ام العرب بشكل عام؟ هي تخص كل الناس يعني عندي مام ناس من الكاميرون يسقسوني خاطر انا دوكا اختصيت في مساعده المهاجرين يعني الناس بشكل عام اكزاكتومون من الجزائريين بزاف عندي بزاف جزائريين معايا وفوالا عندي سورتو الجزائريين كما قلت لك دركا اختصيت في مساعده المهاجرين الجزائريين والمهاجرين اللي يجوا لفرنسا ويحصلوا ما كاش كيفاش يديروا الو انا نعاونهم في لي ديمارش ديالهم كيفاش يبداو حياتهم كيفاش يخدموا كيفاش يلقاو الدار كيفاش فوالا حتى كيفاش يتزوجوا كيفاش تجيب الدراري كيفاش فوالا بزاف بزاف لي ديمارش. ومام البارح هضرنا على الفيزا اوسي سيتي با دون مون بروغرام مي وليت نهضر حتى على الفيزا اي تو سا. ليندا بما انك ناشطه تقومين بالتواصل مع الجاليه الجزائريه في فرنسا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لديك ايضا قناه يوتيوب تقدمين من خلالها النصائح ما هي اهم المساعدات اللي تقدميها وما هي ايضا اهم المشاكل اللي يعانوا منها الجاليه الجزائريه والمهاجرين بشكل عام؟ داكوغ اهم المشاكل هي العمل سورتو بعد الكورونا ما كاش الخدمه للاسف والسكن سكن تاني تصعيب بزاف خاطر هنايا في فرنسا ماشي بدراهمك تروحي تكري ما كاش منها هنايا لازم يدوموندي لك ثلاث خطرات السعر تاع هذيك الدار اللي حتكريها يعني اللي كانت الدار ستوديو وديور غاليين بزاف خاصه هنا في باريس يعني ان سامبل ستوديو في باري يلحق حتى 800 اورو والبروبريتير يدوموندي لك ثلاث خطرات 800 اورو يعني انسان مسكين خدام شهريه ولا منين حيجيب هذيك 800 اورو فهمتيني دونك ماشي دو بوش اوغي ولا يا توت ان دوسي ا مونتي فهمتي الوغ انايا جو بارل دو تو سا ندخل نفهم كامل واش كاين تو سا وعندك العامل ثاني كيفاش تلقى خدمه كيفاش تلقى باسكو سي تري كومبليكي كيما يقولوا لا دوموند كاينه لا دوموند حنايا اللي نطلبوا الخدمه رانا فيه بزاف والخدمه راهي غير تنقص باسكو رانا بزاف نحوسوا على الخدمه فوالا. وكاين ثاني مشاكل بزاف كاين هضرت بزاف على الاطفال اللي ينحوهم لوالديهم هاد المشكله مشكله كبيره بزاف وراهم عندنا بزاف جزائريين يعانيوا منها هنايا الوغ انايا وليت ارشد الناس كيفاش يديروا باش هكذاك ما يدولهمش ولادهم باسكو انا ندير واحد لي بيتيز حنا عندنا في البلاد كنا نشوفوها نورمال وهنايا يشوفوها با نورمال دي تو دونك على حاجه دو ريان دي تو بعيد الشر تلقاي نحاولك ولادك اون فوا كو لا ماشين اي ميز اون غوت يعني اون فوا نحاولك وليدك ولا بعيد الشر ما يزيدوش يرجعوا حتى حتى لاج دو 18 دونك فوالا كاين هادو كامل. و اقبال من قبل المهاجرين يعني هل يجوا ليك يسالوك يحوسوا المساعده؟ طبعا بيان سور بيان سور كاين بزاف وهاد الايامات الاخرى كاين سورتو الناس في الجزائر راهم حابين يجوا لهنا الوغ يقول لك انا قبل ما نجي راني حايب نوجد روحي فهميني كيفاش كومون سا سباسي تو سا. دونك في لي لايف اللي نديرهم لا بلوبار اللي يهضروا معايا من الجزائر وبيان سور تاع سي نورمال. نعم ليندا بعد عودة فتح المجال الجوي كي هل يعني واجهتي أنت شخصيا صعوبة من خلال أسعار تذاكر الطيران اللي الكثير شتكى منها وهل يعني لحقوك يعني بشكاوي أو يطلبوا مساعدة بخصوص أسعار التذاكر اللي كثير يعني شكوا من الأسعار الباهظة؟
بيان سور اسعار باهظه جدا. انا عندي اختي ومي بارون والديا جاو، دونك اختي ورادي لها خلصت بريسك 1500 اورو، ومي بارون خلصوا لا ميم شوز، والديا خلصوا كيف كيف جوست في زوج، وما قعدوش بزاف، قعدوا 20 يوم. تسمى اسعار بزاف طالعه، ما فهمتش علاه، الوغ كو الناس كانوا يروحوا للدول المجاوره وما كانوش يخلصوا كم الاسعار. نعم. كتعقيب لك ليندا، هل يعني كنت على اطلاع بما حدث مؤخرا مع الطلبه الجزائريين يتم النصب والاحتيال عليهم من قبل وكالات وهميه؟ طبعا طبعا، دايوغ درت عليها فيديو في اليوتيوب وهدرت على هذا الشيء واتاسف جدا. وانا اللي غادتني بزاف هي انه طلبه يعني كي سون سونسي داروا قراو وداروا دي زيتود اكسيتيرا وعندهم الانترنت، وهذاك الانترنت يستعملوا فيه غير في الانستغرام وفي اليوتيوب اكسيتيرا، يجي واحد ما قراش يلعبها لهم ويدير لهم ان كو كيما هذا. ما كاش حاجه سهله كيما تحوس في جوجل، جوجل يعطي لك كلش وما تخلصش كامل هذوك المصاريف تاع باش دوموندي ان فيزا تروح تقرا الجامعه ترجع لك اكسيتيرا. انا كامل الطلبه اللي جاو مع اللي يجوا اللي نعرفهم اكسيتيرا باش يجوا لفرنسا يقول لك درت لا ديمارش وحدي، بعت ميل لونيفرسيتي، لونيفرسيتي رجعت لي، سي تري فاسيل. هذه اللي ما فهمتهاش. والحاجه الاخرى اللي تاسفت عليها هي هذوك النشطاء بلوتو لي انفلونسور. فوالا، باسكو كاين قرير سمعت لي تيموانياج تاع البنات تاع الطلبه، قال لك بلي من قبل حنا اون لي كونتاكتي، قال لك كونتاكتينا هذوك المؤثرين وقلنا لهم، وكاين المؤثرين كونتاكتيناهم وقلنا لهم بلي فوالا هدايا ويسرق اكسيتيرا، بصح كملوا فيها. هدايا طمع وعدم الإنسانية، سي دوماج، خسارة. نعم، نتكلموا قليلا حول نشاط الجمعيه او نشاطك انت شخصيا ليندا، هل نشاطات قادمه بخصوص ايضا الشهر شهر رمضان؟ يعني احنا مقبلين على شهر رمضان، هل يعني عندك نشاطات خاصه بهذا الشهر؟ طبعا وي وي بيان سور، كاين نشاطات خاصه بهذا الشهر. الوغ واش كنا نديرو العام اللي فات، ماشي غير في الشهر يعني عام كامل، هاد العام ما درتهاش، درتها شويه في ديبي تاع الشتاء ومن بعد خلاص. كنا شاك سوار، كانت وحده خديجه بعتتها لي صديقتي سليمه سواكري اللي نحييها جدا، باسكو سليمه سواكري تنشط معنا تاني حتى هي في الجزائر معنا في فرنسا. دونك بعثت لي واحد السيده اللي اسمها خديجه، البامي اون كونتاكت افيك، ماشي بعثتني انا ليها. هذيك السيده كانت طيب في دارها جوسكا بوغ 20 بيرسون بارفوا، ونقولها خديجه نجي نعاونك، تقولي لا ما تعاونينيش، تقولي لا حبيتي تعاونيني لونس اون انونس وقولي للناس يجيبوا لي القضيان، باسكو وحدي كل يوم شهر كامل ما نقدرش. الوغ على في ديورون طول مو رمضان طيب، تعرفي كلش ملي سالاد شربه بوراك دوزيام بلا تو طيب كلش بو 20 بيرسون، ويجي ليها واحد البينيفول بلا فواتور تاعو يدي كلش في لي بواط ويروح يسربيهم للحراقه. فوالا، وهذا العام ان شاء الله ماذا بيا نعاودوها ان شاء الله. شيء جميل. ليندا، يعني هل عندك مخطط انك تزوري الجزائر يعني قريبا؟ طبعا بيان سور بيان سور ان شاء الله. شنو هي اكثر الاشياء اللي مشتاقه ليها في الجزائر؟ يمكن اكلات، يمكن اماكن. بون، توحشت الجزائر العاصمه، كبرت في العاصمه ونحب، انا نحب ندور في الجزائر. توحشت بعض المناطق، توحشت واش نقول لك، توحشت كلش. والاكلات، الماكله ما كاينش كيما انا جو سوي تريتور، فان انا جو سوي باسيوني دو لا كويزين، دونك مانيش عارفه اسكو شفتي لا شين تاعي، مي نحط ديجا الاطباق في الاخر، والاطباق التقليديه تاعنا حنا اللي تعلمناها في بلادنا وكي كنا صغار اكسيتيرا. وكي جيت لهنا زدت جو سوي بيرفيكسيوني دون لا كويزين الجيريان، وبصح الماكله كي طيبيها في الجزائر وكي طيبيها في فرنسا ماشي كيف كيف. الخضره تاع الجزائر عزيزه، والحوت تاع الجزائر وحده، واللحم تاع الجزائر وحده، فريمون بلادنا في هذا الشيء وحدها. نتمنى وان شاء الله تسقم البلاد، وان شاء الله بالك نعاودوا ندخلوا. ما تعرفي، ما كنتش متخوفه يعني من الاوميكرون اللي انتشر بشكل سريع في الفتره الاخيره انه يعاود يرجع سيناريو الغلق؟ بون، سيناريو الغلق سي مخوفني، سي بور سا راني قاعده مازال ما جيتش، سينو فيروس اوميكرون انا يحكمني وجوزته. فوالا، مانيش متخوفه بلوس كو سا يعني كيما يقولوا.
يعني ماشي متخوف انه يعاود يرجع السيناريو غلق المجال الجوي. سي سي صابي على بها راني قاعده، على بها ما تجيش، سينو لو كان راني تجيت اوموا في ربع، مي رانا نقولوا معليش خلي اوموا بالك العام الجاي دحيا ربي ان شاء الله نهبطوا، باسكو سي با سيغ، معلي دروك راني شفتهم غلقوا لي زيكول ايتو يا خي. دونك شويه تخوف معلي، انا عندي ولادي يقراو ايتو، نخاف نجي ونحصل تماك والخدمه، وراكي تعرفي كاين بزاف ناس حصلوا. نعم، شكرا لك ليندا على مشاركتك معنا اليوم في حلقه اليوم. لا يسلمك، شكرا لكم انتم اللي عيطوا لي واللي استضفتوني. شكرا لك على كل المعلومات والتوضيحات، وايضا على المساعدات اللي تقومي بها للجاليه الجزائريه، وهذا دليل بانه الجزائريين دائما متحدين سواء داخل او خارج الوطن. بيان سور بيان سور، دائما يعطيكم الصحه. نعم شكرا لك. ومن أخبار جاليتنا في الخارج نتعرف أيضا على أوضاع الجالية الأجنبية في الجزائر في فقرة الهجرة المعاكسة. قصة جديدة وتجربة مغايرة يرويها لنا بشير من سوريا، الذي قرر الاستقرار في الجزائر بعد سنوات من الزيارة المتكررة للعمل فيها، ليجد نفسه بين شعب يجيد استقبال الضيوف. جيت للجزائر من 2007 2007، دخلت أول مرة، دخلت مع خالي، كنا نخدم لباس تقليدي سوري يعني في الجزائر، كانوا ستيل الجباب وستيل العبايات والهذا. بعدين سبحان الله لما بدأت الأحداث في سوريا، يعني سبحان الله كنا موالفين الجزائر، خلاص قررنا الاستقرار في الجزائر يعني. وبدينا العمل، يعني كنت نخدم معارض، كنت أخدم معارض 15 يوم بالولايات، يعني دائما كنت كل 15 يوم في ولاية. وبعدين استقرينا بالعاصمة، فتحنا محل أنا وإخواتي طبعا. العلاقات التاريخية العميقة التي تربط الجزائر بسوريا وحسن المعاملة التي لاقاها من قبل الجزائريين زادت من رغبة بشير في الاستقرار بشكل نهائي في الجزائر، رغم صعوبة إتقانه للهجة الجزائرية في السنوات الأولى له. لها تاريخ قديم مع 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 سوريا يعني. نحن حتى كان من زمان قبل أحداث وقبل، كان في كتير تجار سوريين كانوا يجوا للجزائر يشتغلوا هون، حتى كانوا بيدرسوا هون، يعني في ناس كتير كانت عندها الجزائر، في عندها هيك مثل ما بيقولوا ود بينها وبين السوريين يعني حصرا. وسبحان الله هذا الشيء ضل مع الناس، يعني قام مع الناس انه الجزائر، انا الى الان بيسقسوني بسوريا انه كيف بنقدر اذا بدنا نجي للجزائر، كيف الفيزا، كيف يعني دائما بيسالوني يعني. ايه معروف، ايه احنا عندنا الجزائر وسوريا معروفه يعني انه بود تبعها للسوريين. اللهجة أول شيء، بعدين هي اللهجة يعني أول فترة حتى الجزائريين لما بيشوفوا سوري كانوا يعني دائما بحالة، بتعرفي بسبب المسلسلات، بسبب يعني كان السوري محبوب جدا يعني، وإلى الآن يعني الحمد لله يعني هذا الشيء محبوب يعني، حتى عند الجزائريين عندهم يعني لهم فضل كبير يعني على السوريين. حتى القفطان الجزائري، الكراكو وغيرها من الألبسة التقليدية التي يتفنن بشير في تقديمها لزبائنه من خلال إضافة لمسته المشرقية. نحن كما نقولوا يعني الأمر أنه صار واقع علينا، نحن خدمتنا من الأصل اللباس التقليدي السوري، ولا الجهاز العروس، ولا يعني كل أمور العروس تختص بالعروس. بسبب أوضاع سوريا، بسبب الأمور اللي صارت بسوريا، اضطرينا نحن نختم يعني شيء قريب حتى للتقليدي تاعنا، يعني هو القفطان، يعني هو مش نفس الخدمه، بصح جهاز عروس، فهمت علي؟ وضلينا بهذا الضمان يعني انه جهاز العرائس. هلا اغلبيه السوريين عم يخدموا القفطان، بيخدموا الجبه، بيخدموا العباءه، بصح وشنو يعني صار في لمسه سوريه على القفطان، يعني حتى نحن لما بنخدم القفطان صار في لمسه سوريه على القفطان. عم ينخدم القفطان في الجزائر، يعني السوريين عم يخدموا القفطان في الجزائر، ايدي العاملين ولاده جزائريين. عم تكون هي بس مثل ما بيقولوا يعني الفكرة عم تجي من إنسان إنه هو سوري عنده هالاختصاص يعني. لباس التقليدي إجمالا يعني نحن مختصين فيه، أنا خدمت البلوزة الوهرانية، خدمت الجبة القسنطينية والجبة العنابية، وحتى كنت نخدم مع ناس من قال ما خياطين
يعني كنت نخدم معاهم وخدمنا الكاراكو، بس الاختصاص الاول هو قفطان، يعني روب كافتو والكافتو هادو الستيل، يعني هذا الستيل نحن اختصينا فيه. بحكم عمل بشير في مجال الألبسة التقليدية ومشاركته في عروض أزياء عبر ولايات مختلفة، الأمر الذي جعله يكتشف جمال الجزائر ويتعرف على أكلاتها وعاداتها المختلفة والمتعددة. يا لهد أجمل بلد الجزائر، الجزائر أجمل بلد بالوطن العربي، ناقصه شوي هو خدمات سياحية، خدمات كذا، بس هو كبلد من أجمل البلدان. أنا كنت أطلع، أنا لحقت حتى لتمرست، يعني قالوا الشروق والغروب كانوا يحكوا لي عليه كي كنت هون يعني بالعاصمه، ولما رحت صح شفت شيء يعني ما شاء الله شيء فظيع. لا ما شاء الله بلد الجزائر بلد كبير ما شاء الله، في كل المقومات، يعني ينقصوا شوي يعني كما يقولوا خدمات، هذه الخدمات روتينيه يعني مع الوقت بتجي ومع الوقت تتبدل ان شاء الله. والله ولايات، شوفي انا حبيت الصحراء، حبيت الصحراء، حبيت اهلها وناسها طيب اللي عندهم، وحتى التقاليد يعني عندهم تقاليد كتير حلوة. أنا الوالدة الكسكس دوكا أكلة رئيسية عندنا، صارت كسكس الرشتة والكتير أكلات كتير التقاليد، يعني حتى مرة الوالدة لبست كاراكو يعني بعرس، يعني حبت تلبس كاراكو وكانت حتلبسه، يعني هو عرس سوري صار فينا صار صعب، بس هي حبت أن تلبس حتى الكاراكو، حبت التقليدي، هو يعتبر الكاراكو تقليدي يعني جزائري، وحبت تلبسه. يعني احنا لا بالعكس، عمل لك الجزائر ولافي الحمد لله. تجربة بشير في الجزائر جعلته يدعو كل من يريد الاستقرار في الجزائر إلى عدم التردد، خاصة في مجال التجارة التي تشهد انتعاشا في السنوات الأخيرة. شوفي أنا الشعب الجزائري على العين والرأس، يعني رسالة شكر لكل الشعب الجزائري، الحمد لله ما شفنا إلا كل خير، أكيد في الصالح وفي الطالح، نحن الحمد لله دائماً عم نطيح بالصالح، هذه حاجة الحمد لله. الجزائر بلد نشط وبلد تجارياً نشط، يعني بده واحد يعرف يخدم فيه برك. أغلبية السوريين اللي بيخدموا شاطرين نجحوا، في ناس نجحت يعني من الصفر ونجحت. صح واحد لازم يوقف على خدمته، أي إنسان بأي مجال لازم يوقف على خدمته ويخدم فيها ويتعب فيها لحتى ينجح فيها. والجزائر بلد نشيط، يعني برأس مال صغير تقدر تديري مشروع، يعني حتى لو برأس مالك صغير تقدر تديري مشروع. بلد نشيط، الشعب بيحب كما يقولوا التجديد، يحب يعني الشراء، بيحب اللبس. بشير واحد من بين المهاجرين الذين اختاروا الاستقرار في الجزائر، ومثال يؤكد بأنه مثلما يوجد آلاف الجزائريين بالخارج، هناك أيضا أجانب استطاعوا التأقلم والنجاح في الجزائر. وبقصص النجاح نأتي إلى نهاية عدد اليوم من برنامج جسور، موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.